قبل مولودية الجزائر. البعض يقول بلي سي ان تيران نوتر باسكو هكذا هكذا كل لعبنا في 5 جويي. البعض الاخر يقول لا 5 جويي سي لو جاردان تاع مولودية الجزائر وبالتالي يروحوا الحملاوي احسن. طرف اخر حتى في الشبيبه يقول كل لعبنا في الطارطو احسن لانه احنا نلعبوا في الطارطو في تيزي وزو كان رحنا للزبانه احسن. هل تعتقد بانه الاختيار هذا كان في محله؟ انا سكو جو رومارك سورتو سي رضوان سي كو لو 3 يلعبوا في تيزي وزو اي لو 13 يلعبوا في قسنطينه. اسك لو انا جي 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 اونفي دو بوزي اون كيستيون لا فيدراسيون اسك سي نورمال؟ سي با نورمال صح قلناها صح كو لو ماتش كي بلو دونجورو تاع الشامبيونا يتلعب في تيزي وزو اول ماتش لا كوب بوكو بليس ان ماتش ديكونتراكتي يتلعب في قسنطينه. انا حايب يفهموني معك هذه واش هم يخمو في هذه العفسه. انا راني معك. لا دوزيام شوز اسك هاد لا فيدراسيون بونس كو نورمال كو دو زيكيب دو سونتر جو ا ليست ا 500 كيلومتر تيرا نوتر وي لا نوتر لي ناتوراليتي ما راهيش في قسنطينه. شبيبه هي اللي خيرت. ايه على بالي انا راني بالي مي هذا الوضع اللي انا نعيشوه Il est le résultat d'un canon, ta coupe d'Algérie catastrophique. Catastrophique. الان تجيب دي سيبورتور. Il n'y a pas de problème. Les supporters, ta mouloudia d'Algérie, t'aideront à القسنطينة. القبائل وكاع اللي يحبوا شبيبه القبائل تديهم القسنطينه افيك انا جو نيم با لا لونغ دو بوا il y a un risque majeur. Bien sûr, il y a un risque majeur. Il y a des accidents de route. Il y a des échauffourées. Il y a des accidents. Un peu de sagesse, un peu de retenue pour ne pas permettre de localiser le match. Le problème, c'est le JSK. Il fallait penser à ça avant. Aujourd'hui, je trouve anormal qu'une fédération trouve normal qu'un deux matchs se déroulent dans deux matchs de stades différents et délocalise à 500 km avec tous les risques. Maintenant, moi, j'appelle la fédération à assumer sa responsabilité dans cette affaire. Que ce soit avec Kamel Qassi Saïd ou Nassim Ben Abdelrahman. Je vais vous donner les versions de ça. Chabiba, il y a un autre problème. Je vais n'ont pas pris n'ont pas considéré les relations les Kayen bin Mouloudiat le Djazair. Non, je pense qu'ils l'ont surtout considéré. Ils n'ont pas considéré les relations les Kayen. Là, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les bonnes relations. Ils auraient dû hakmou le hatif ou yitkelmou ma'a mas'oulin. Mas'oulin ta Mouloudia à travers Kamel Qassissa, ils étaient même prêts qu'al koukan hna zama zadou tchawarna qu'al qu'on était prêts rouhou l'abou fi tizouzou. L'anna le mouchkil li sara qbel. Il n'y avait pas d'entente bin Jiaska ou Blida. Blida, elle voulait c'était catégorique. Ou hatta Nassim Ben Abdelrahman li tkelmt ma'a ou yikder y akkad qu'al li c'est vrai qu'on aurait dû signer un protocole d'accord ma'a Mouloudia ou nimchou le fédéralien nqoulou bli fariqain raoum qablin yilabou fi tizouzou. لان المشكل اللي صار قبل الفيدراليه لولا يعني بعض الاطراف اللي الافي مناسي دو سيزير لا فيفا لو كان الماتش يتلعب في تيزي وزو اللي خلاها تعاود الحسابات اليوم ايضا يعني العيب هذا يرجع ايضا الى يعني مسؤوليه الشبيبه والاداره تاعها اللي كانوا قادرين يعني يدخلوا ولو كما قلت من قبل مولوديه الجزائر تلعب لها في نيمبورت كان غازو انا قلت دعاة الفتنه اللي محبين يفرقوا بين جياسكا ومولوديه لان مولوديه السيبورتر تاع جياسكا وسيبورتر تاع مولوديه اللي عطات لي برومي مايو باش جياسكا تلعب بهم هي اللي ساهمت يعني العلاقه الفتنه ماشي مليحه لان ما لازمش واحد انت راك حتى يعني شريف ملال بكل احتراماتي له يعني ما انت راك جديد في المنظومه الكرويه شاور سقسي الناس اللي تعرف يعني كرة القدم وتقول لك وتعطيك نصائح لان ما تجيش انت دو جور لون دو ما تفسد العلاقات اللي كاين بين المولوديه والجياسكا حتى دي زونسيان جوار تاع جياسكا وقالوا لو كانت لعب هاد المباراه في 5 جويليا سي لو فياف جياسكا نهار لعبت لي كوب دلاكاف تاتهم في 5 جويليا شفنا جياسكا صايب موسى صايب من دعاة اللي هاد المقابله تلعب في 5 جويليا شفنا لا رياكسيون تاع لي جوار تاع جياسكا فاس بليدا اون دوزيام مي طون ايزون طري بيان جوي في 5 جويليا والعام اللي فات جياسكا سامح لي في اسوء حوالي ها ثلاث ماتش ديال مع مولوديا في 5 جويليا وكانت تخرج حفله ولو فوتبول كيف كيف ولا زين جو تو بوز انا لا كيسيون شوفي ماشي فيها باسكو الكاميرا مقابله شريف ملال الى دوموندي لافي دو كي انا والله ما على بالي مانيش انا واش خاطر تنقبل على المشكله اللي يقدر يحدث شوف
لا تقوليش على المشكل تاعك تاع شباب قسنطينه انصار شباب قسنطينه مع مولود الجزائر باسكو راح يزيدوا يتلاقوا مي احنا ضد دعاه الفتنه لانه انصار تاع مولوديه الجزائر عندهم علاقه طيبه مع انصار شبيبه القبائل ياك دوان نعم ياك دوان شوف نهضر ما يخليش يطرح سؤال راني فاهم السؤال تاعك هيا روح كاين هنا في هذا البلاطو غير علي اللي يفهم السؤال قبل ما نتوزه لا لا انا ثاني تتهي تفهم ما تقصش على راسك علي وداك بلاصتك شوف تيان جوسون جبدوا جياسكا اون بيرمي نعم من حقها سي تا لا جياسكا دو شوازي هذا قلناها هذا قلناها صح شريف ملال اي لو تيران دو لا جياسكا سي ا تيزي وزو سي تيزي وزو خلينا في تيزي وزو دومي فينال تاع كوم دافريكا خلينا حديت قياس الى بغيتي الى بغيتي في لا 81 انا نهضر على السنوات الاخيره برك جياسكا من حقها تخيل الصطاد شريف ملال انت بريزيدون انا بريزيدون عيط له طريناك ديالي قال نتشاوروا كيفاش نقدروا نربحوا المقابله هذه لوبجيكتيف تاعك انت سي دو باسي اون فينال صح سني با دو فير بليزير ا دي جون دو لا رو لي جون دو لا رو هادو لي جون دو لا رو سا ايتي دي سوبورتور اون دوموندي المال هذا رايي خليني نفهم ما شكيتش هو ثاني ماذا به يربح الماتش يوسف بوزيدي سي تان اونترينور من قال لك بان يوسف بوزيدي ما استشاره خليني نفهمك هاك دوان على بالك انت كنت في النمسا على بالك على بالك على بالك سكي سي باس يوسف بوزيدي على بالك كلش حمزه يوسف بوزيدي كي اونترينور تكنيسيان على بالو على بالو على بالو باللي في التيران غازون اون غازون المولوديه جو ميو جو ميو سي اي سي اون افير اسما تيبي ما زومبي بيس لوسما لي روغ لي داروها جابو تيبي ما زومبي حطوهم في لي ميم كونديسيون كالو بومباشي ستاد صغير بارطون لو كان طلعوا يعني انت تعتبر بلي خطا شبيبه كي ضحكت شوف كيما قال لك حمزه والله ما هو غلط شوف سي لا نعطيك برك رابيدمون باختصار شو جي اس كا لو اس ام بي لو كان لعبوا في تيزي وزو تربح بليده على بالي واش راني نقول لك وشت مباراه العوده انا علقت داروا تعادل نعم لو كان لعبوا في تيزي وزو بليده كانت تجوز الى النصف النهائي كي راحوا الملعب 5 جويليه مع لي زيسباس جي اس كا لا ميو جوي سورتو ان سكوند بيريود ولكن اليوم كما قال لك حمزه مولود ديال الجزائر في الظرف الحالي وتجيب لها هذه ايران وتنزانيا وهذه الفرق كانت تربحهم مانيش ماهيش مجامله الحقيقه النيفو تاع المولوديه كيقول لكم مولودي عندنا بون بعيد لا صح سي لا رياليتي لو نيفو تاعها اون سو مومون سورتو في لي كاب يعني عم يخدموا يعني واحد الخدمه ان شونتي دو فون يعني عم يخدموا واحد الخدمه اللي ما يقدر حتى ايكيب ما تخدم لها سور غازون ناتور هاي باختصار لا جي اس كا دوكا امي لو مولوديا دون ديكسيلونت كونديسيون شغل المولوديا تاع لو سيرفي مهما ما كشع بنقولوا طوط من سوبورتور تاع جي اس كا قالوا بلي مولودية الجزائر كي شبيبه داتهم الى ملعب حملاوي كانهم شحنتهم اكثر في مباراه البطوله لا سي با اون كيسيون تشحنهم ولا انا واش راني نفهم فيك انا على بلاص دو ملال جوري اوبتي سانس ملال لا لا معليش مي على بلاص دو ملال جوري اوبتي بور لو سباد دو سكيك دا مي رفدت سطات نو 20 ميل في البي في تاع لا ليغ 20 ميل يرفد لي هومولوجي بلو سينتيتيك تديهم من الشرق كيف كيف معليش بلو سينتيتيك ولا زبانا ولا زبانا بلو سينتيتيك هاي خلينا نروحوا للراي تاع التكنيسيان هذوم يهضروا على الغازون كذا علي بن شيخ ما رايك في هذا القرار؟ انا القرار واحد اللي غيدني وتكلمت لك عليه عنده عام وقلت لك نعاودوا نطيحوا في المام بروبليم لا هذه المره عطاو الجياس كتخير ايه ماشي ما مع الطاولة تخير سير ميم بروبليم ما تخيرش كاين فيديراسيون ماناش صح ما كانش بريميتيري اخويا ماينا والله ما على بالنا بلي البريميتيري اني نعرف هذه ما نعرفش انا بلي كاين البريميتيري نعرف خليونا نهضروا يرحم والديكم انا كي تهضروا ما نهضرش كاع نقعد غير ساكت ولا تقعدوا 10 سوايع غير يهضروا ولا نهضروا كاع صح انت هضرت بداو كاع تهضروا خلينا نكملوا يرحم باباك يا خويا نتمنى ان شاء الله يجوز مع مقابله كملي الفكره ما عطيتنيش الفكره كملي الفكره معليش ما تزعفش عليك واش حبيت تقول؟ حبيت نقول لك بلي لو بروبليم يسوبوز في لا ليغ ناسيونال فيديراسيون ان ماتش باراي من الاول يتندار لي دو كارد فينال دومي فينال يتلعبوا في 5 جوي مولوديا جي اس كا تحب ولا تكره يتلعب في 5 جوي ما فيها لا هادي لا هادي يتلعب في 5 جوي 5 جوي تاع كاع الغاشي ما كانش من هادي تاع مولوديا تاع جي اس كا تاع لعبت مليح تاع سي ار بي سي ار بي ربحت انا في 5 جوي الحراج واقيلا ماتش نيل ولا ربحونا ورا المشكل سي سي افونتاجي سي افونتاجي المولوديا نو تلعب في 5 جوي ماشي لا لا راك غلط راك غلط راك غلط قول لي ضعف التسيير
من كل طرف. لا جي اس كا تاع بكري تقوم مولوديا جي اس كا تحت الميم شوز لعبنا اليوم شامبيون اوف السمانه الجايه لعبنا لاكور في سان جوي. مي كي كان جي اس كا كانوا لاعبين وكانوا مسؤولين كلكو سوا المولوديه نلعبوا معاكم في سان جوي ولعبوا معنا. باكو يشرح دور الفوتبول واشرح في الفوتبول راحت لا ساجيس لاساجيس. إنيا بلو دو ساجيس. بان ولات نا دوك يفو يفو ريكونيت في كاع لي كلوب براتيكمون ماشي كاع ما نقولوش كاع مي 80% دي كلوب الناس الخافه الخافه تسمع الخافه انت تقول هادو لي سيرفيس سكري شيا وكازي الخافه الميكروبات هما اللي ولاو يتحكموا لان في سد الشيء صح. مي ما تديهم قسنطينه وجي اس كامو في لعبوا في قسنطينه نو مولوديا موالفين يلعبوا كاع كيف كيف تلعب مالي روتور مع السياسي. انا في هذا الماتش هذا ندير نداء واحد نقول لي سيبورتور تاع قسنطينه سي لو مومون تاع المولوديه وقسنطينه تعاود تولي العلاقه الطيبه لان سي تا ماتش جي اس كامو مولوديا تجيو تشوفوا المقابله سيبورتي ولا ما تحبوا تسيبورتي جي اس كا سيبورتي والله يسهل عليكم بصح ما يصراوش المشاكل لان ولاد الجزائر راحوا يفسدوا ومن لافنير يوليو العلاقات ماشي هم سي دي كرون كلوب خليو العلاقات مليح خليو الملعب الكره هي اللي تحكم واضح بهذه الكلمه بهذه لا ساجيس.